حسن مسعود. من 2006 نخدم تاكسي، خدمت عامين صانع، 3 سنين صانع، وسهر ربي خديت كهرباء والحمد لله ونخدم ناخذ كاين العباد بكل تاخذ على الليزينغ كرهبها ونخلصها والحمد لله يا ربي. وهو بيدو راهو الكليون، يعني هو بيدو كي يركب الكهرباء نتاعك ويلقاها نظيفه سيدي من راهو باش يحترمك ويقدرك. تخدم 9 10 سوايع، انت كي باش تخدم يا خويا 9 10 سوايع مثلا في كهرباء خرده تمرض بالاعصاب والسكر والدم، وموا على الاقل كي تبدا كرهبتك جديده وموا مرتاح تخدم اليز شويه. برشا تاكسيات بايعين رخصهم يكرو فيهم، انا 2006 كانت ب 6 ملايين و 8 ملايين كراي الرخصه، تو ب 14 و 15 مليون النقابه تو فما نتاع رجال التاكسي حسنوا قالوا نرجعوها واحد فون كوميرس. يمكن هكاك يا خير يا خويا، تو انت مثلا يجي واحد وانا عندي ديجا صحابي هما كارين بخمسه على 5 سنين يخرج كهرباء بعد 5 سنين كهرباء مازالت جديده، لا مولا الكهرباء يقولوا لا نحب رخصه نبيع رخصه قرار ما نجددلكش كراي رخصه برك، يعني يحب يضرب 14 15 مليون اخرين. هي زعما هو تو بالله شاري الكهرباء ب 44 مليون يخلص 14 مليون من الاول ويزيدهم 14 5 سنين اخرين 28 مليون بخلاف الليزين، هي تكلفه الكهرباء 100 مليون. يعني انا ساعات نقول وقتها والله كان هو يخدم صانع وموا بالو مرتاح. انت كمثلا نقابه نتصور انا هكا اخي تو مثلا في تاكسي في تونس بركه فما راهو اقل حاجه فما 18000 تاكسي اقل حاجه. انت تنجم راك تعمل كيلومتريال كيما تو عاملين نتاع التعليم لاسيورونس، تعمل انت ميتويال نتاعك سي نورمال، ما عادش باش تولي مثلا 3 ملايين تو الكراهب الجدد يخلصوا في 3 ملايين و 3 ملايين انت اسيورونس. انت كي تعمل ميتويال ما عادش تخلص رخصه التاكسي اليوم، ومش من اليوم بركه، من اللي ولات تعملت التاكسي كوم بوا يعني تشغيل شباب ولات فيها برشا فساد كي كثر ديما تنحو طرابلسي جا وطرابلسي جدد، اما نفس المنهج ديما يلزم ولد هو اولى ولده، يعني يلزم يا هو الرخصه هو اللي باش يخدم عليها. كي تبدا القانون يطبق على الناس الكل كيف كيف ويبدا السيف فوق رقبه الناس الكل والعباد الكل تحترمه، راهو التحسن يجي بطبيعته. الاخلاق عدمت في البلاد يا خويا. انا مثلا قبل قبل الثوره كنت نروح ما 3 ساعات نروح الخمسه نتاع الصباح باب باش يصلي الفجر ندخل نخدم الاليز، تو ما عادش فما لا امن لا امان، تو ما عادش تو راهي فما حوم ما تدخلهاش في الليل، راك يعني تدخل تاكسي يعني صايت 50 50 يعني بارك اللي حارق في البحر. راهو انا مثلا تو ساعات حتى بنات يركوا معايا يجي يقول لي اه بوليس، يقول له بوليس نهايته حتى يبدا قبلت بوليس، راهو لا باش يفك لك فلوسك لا باش يبراكيك. انا واحد من الناس والله ما بديت نخدم، ما رجعت نخدم شويه في الليل وشويه مش زاده كان كي عملت البوست اوموا سيكوريزي، نعرف الكليون اللي راك معايا شكون نمرو تليفونه باسمه اندرا شنو